بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه، أما بعد، وقدرت أنني كتابك اعتقاد أئمة أهل الحديث الإمام أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى، وحن كسو جرنا مسائشة إيمانك أحكام يدأ وإنه قدام بيدي إيمانك إسلامك فرقك أدح هاي ذاك الوحو هل كان كسي قال مركا كدب مسائلك اليوم الآخر مالك آخر وحن كسو أرقني شفاعة ودتك مسلمين كأهل من لها إن شفاعة نارتو بصو به كران سيدو كلا وحن صار نحوتك يدرك النبي صلى الله عليه وسلم إنه سجنيه أحاديث وهو سجنيه القرآن كان أصل وياه إنا أعطيناك الكوثر سيدو كلا ميزانك يا حسابك الكاس سوك سيوى الشيخ وحيري ولا يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار مسألة سجلي وأه قف معين إن لو جويو جنو أما سنار لا إله قف كاس هو أهل الجنة قطعا هو أهل النار قطعا إن لا إله ذو أي ما شاء وهد مركو حير ولا يقطعون أجوي ما يان على أحد قف شيس من أهل الملة وأهل من لها أنا دين كان ونسبة شاكته مسلمة وقوي ما يعني أنه من أهل الجنة إنه أهل جنيها أو أنه من أهل النار أما إنه أهل النار يعني وقوي ما يعني ورن ما ينقف كان جنة أيو قليا سنارت أيو قليا سيدو دوبة أي إليه قفكي مسلم هو عملك علي ما دانا جنة قليا قفكي وما أنت كد عن النار تؤذيه لأن علم ذلك سببت أوحي إلى أهل انتس وقال كيدو علمها علم جيد مغيب عنهم وحويان متك قرصون هل كان وحي يقول لأن ذلك علم ذلك يغيب عنهم نسخة ذا كلام وحي يقول مغيب عنهم ومن لقى قري لا يدرون قرن مايان على ماذا يموت محن كل ما نياه على ماذا يموت على ماذا الموت الله المستعان مثل كان على ماذا يموت محو كل ما يقرن ما يعني. على الإسلام ما إسلام أي كل انتي أم على الكفر أي كل ما نيا أما كل انتي من قرن آيان مركوا علم قرصون ووح قلبي أقول الله وانا يعني علم ذلك مغيب عنه وكان قرصون تعرن تعس جنة ما يقرأ يعني أولوغو ينسنار وأرهن قرصون سيدو كالي لا يدرون ما قرن آيان على ماذا يموت محوك لمن آية أما على ماذا مات هذه أول أنت محوك أنت على الإسلام ما إسلام كي أم على الكفر مثل قال نم قرن معي وهل غي أبا خاتمة دي السعين أي حميد أو كفر أو كل عين ومركا كفر إلا دنت يلا غي أبا شيء جينا وقلبي يهي مركا قلبي يسي لقم ورهيو أنه ظاهر ككلي أيان أرقناه لكن قلبك كما ورحين ولكن يقولون هسيشي وحي لينا إن من مات على الإسلام قفكي إسلام ككد انت مجتنبا سوك دار هذا للكبائر الذنب يدي ووين يوال أهواء عقيدة حمات يوال آثام الذنب يدي وهو من أهل الجنة قفك أهل الجنة ويان لقوله تعالى إلهي وحوير إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإيمانك عملك ونكسن سميه ولم يذكر من الشيء عنهم ذنبا ذنبك ما الشيء وير أولئك كواسهم خير البرية برية يقع أبو خير بدن خلق يقع أبو خير بدن جزاؤهم عند ربهم أما المركوذ وعند ربهم أما المركوذ عند ربهم أهذي أما المركوذ عند ربهم أهذي وجنات عدن جنات عدن ويان جنوين كنقذ ويان عشان مركو شيخ وقاهد لك طفك ما جنة لو قوينيا مسنارا لو قوينيا أرنت سنة لأودي
مركو وحو يقول ولا يقطعون على أحد من أهل الملة قف أهل الملة أه. مركو يعني شاسو حكاية موغتا إنو كوغاريه لي يا شيخو قيد كاس مسلمين تا سنة إن مسلمين تكون صعب سنتهي لكن وحن ديهن كرنا مسلمين تا أو كليئة ما أهن بل هلو برارو مسلمين تا كليئة ما أهنه قال هذا نسيضو كالي متكو ذا دنتي بس لو ما قوي كرف إن إيا نار لو ما قوي كرف متكو ذا دنتي هو سيدا سو كالي ما قرنا يعني لأن علم ذلك مغيب عنهم لا يدرون على ماذا مات على الإسلام أم على الكفر أصل كيس هو كفري هو صح معنا ما له كسوة إسلام قرن ما يدنه لكن مع ذلك إنه سوى إسلامي وصورة قبل وصورة كان يسوى إسلام أمرك بعينه يعني لأن قف كان فلان ليلة هذا وأهل النار ما أودن كان يسوى إسلام وصورة قال وكو وحكى له صورة قال إن حجد بقار أو لغي يابين أهل الفترة أو النقضة أيضا هو إسكى صورة قال أيضا وآخر ما رتأي السجي ده امتحان أو السجي وامتحان كس لغي يابين إنه كصبح الله أعلم marka sidaasoo kale masaladan waa soo geliyaan oo ah qofkii isaguna ahlu kufriga ah sidoo kale naar ma u goyn karnaa markii laga reebo qofkii naartu macnaha ay u goydayda adiladu sida abulahab oo kale iyo kuwa lamidka ah fircawn iyo abulahab iyo haamaan iyo qaaruun iyo kuwaas waxay lamid yihiin sida muslimiinta jannada loo gooyo oo kale iyagu waa goynayna sababtoo ah nas sheegay laakiin waxaa laga hadlaya waxa nas ku sheegin qofkaan nas cayimin شخصيا انا سو عيمن على هذا العهد وراه هذا مركز يقول يري من على احد من اهل المله ايان تعليقني معناها عندها ان هي اهل المله كريم ما هنا حتى غير اهل المله لم يجز مكره من اهل الجنه مية او من اهل النار لان علم ذلك صابته خلاص علم ذلك مغيب عنه وانا غير سويه لا يدرون مجرا ايان على ماذا مات يموت محوك دمانه على الإسلام أم على الكفر ولكن يقولون هسيش وحي إليه ومثال لواضي وحي إن من مات على الإسلام مجتنبا للكبائر وفي إسلام فكود أنت يا وهذا الضوضوء مع أنها إليه شخص شيء ما يان لكن وصفه شيء يعني وحي إليه وفي إسلام فكود أنت مجتنبا للكبائر والأهواء والآثام سوك الإرادة كبائر تأي أهواء ذي آثام هو من أهل الجنة وأهل الجنة ماشي أنا و أيضا تعليق بهنت أيوة أه مش شرط يا مركز جنة اللو جزمنا أيوة إنه يهي مجتنب للكبائر والأهواء والآثام شرط ما هنا أيضا عند الشيخ رجي يدو من دخول الجنة من أول وهلة وأم متكلة معناها إنه الجنة هراك الجلاء يعني عذاب للسومر سينا هين تسوى متكلة لكن ما قال كيسو جنة إنو يهي وفق حتى أهل الكبائر كا هي أهل السنة من سيين وأنا سومر نيشي غوا صغر ورؤوس صغر والغيابة إنو نار سومر وأنا الغيابة كبائر تيس إن لو عفيو قابك وحل لو عفيو قاب كميد لو عفيو والغيابة وأي كمتها إن الإسكا عفيو وأي كمتها إن ميزان وقصة بحو وناجي سكفر ربطان حمانتي وسمي وهكذا وإي كم تهدد كلا ظلمية ظلمي إن ما عرفتي وكان صدق إن ذنوب تي سيدات كاس كلا الله سعر وسمون سيدة كوبة بعض لكن ما قال كيسو جنادة متى حتى هدي الله صنع رجل ما قال كيسو سو جنادة معها ما دام مسلم يهي وهي جنادة ويا إذا درت وراه عن لأنه مجتنب للكبائر وعن لأنه دو الشيخ ولجي ذو ما قال كادو كهد لايو حتى أيقو جنة الجلاية يعني. وجنة أنجز منها إنه سد ضوبة لكن هدول لجي يدو قفا للصواب عذاب هينو هرج جنة الجلاية تاسوا صورة جل ركوها لأن إن من مات على الإسلام أنت سكو كوب سنة إنه قف كي إسلام كل إن طايفه من أهل الجنة وأهل الجنة مركز كدب أنسيك لا صارنو مهروك الجلاية يعني مثل عذاب الصامر يعني ومسلك لا تاس شيخ مركم أسود ليش عاد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو يريد ولم يذكر عنهم ذنبا ذنبنا كما شيء يقول لأنه يقول حتى ذنب سمي وكجران ومغفور له من غنكران وأنا لسوء عذابي كرا
أولئك هم خير البرية دادكو هو ناكسن الجنة الله شعب الكاس مركب حقوق قد بينا أينا ودودوب كمسلمين طوالان دادك عن جنة دادكو قوينينا ما أهن كوا أن معاصد لهين أو كريئة ما أهن ودودوب كمسلمين طوالان أو حن لأنها وفي إسلام كودنتا جنة دادكو قلية تاسم عنه هذا مركب وامحي وصف يتلمانا عن جنة جزمين قف شخصي الجنة ما نجزمين قف شخصي هو فلان ابن فلان جنة مقوين مرك الطريق عسى كمران وقول أهل السنة والجماعة ما هيك ليهن صدق ومن مات على الكفر فهو من أهل النار وفكي قال لي ما كل انت نار توقلي أن لا نساسك وضوب كاس أسيدين إنه مسألة كالو قد بوحي لو من شهد له النبي قفكي النبي صلى الله عليه وسلم وأقره صلى الله عليه وسلم بعينه سجى شخصيا وأقره بأنه من أهل الجنة إن أهل الجنة هي وصح ونو أنصح له ذلك أرنتاس عنه النبي نبي أي كان صحبه عنه أي عن النبي صلى الله عليه وسلم أي كان صحبه فإنهم أيوه يشهدون له وأقرئ بذلك أرنتاس والجنة اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيوه الراعي رسولك عليه الصلاة والسلام وتصديقا لقوله يا أيوة قولك سر ميسناه رقفك النبي صلى الله عليه وسلم وجنة أشيابه من قرآنك وجنة أشيابه وشخصيا لو أشيابه إنه قول شخصيا أو أشيابه إنه إنت سوحا دير بيلي وحان ويري إنه سيدة سوارها عند النبي صلى الله عليه وسلم أن راعي إنه يرمين تأن رمين إنه ويهن مركو أجز منه إنه سيدو كلام لأنه مركو قال دينه قفكي نارتا ما عرفتي لو بلان قاضي شخصيا لو جزمي انا يعني هنا اوجز من ان ينات لو جزمي سيدي كون شغنا كلا تبت يدا ابو لهب ابي لهب وتب ابي لهب يعني حاس كيس نار لو بلان قاضي فرعون يا قارون يا هامان وهكذا انت كلنا وصفيا يعني لان قفك قال لي ما كنت انت واهل النار يعني لان سلاس اسمك الكاسوبه لما اران كرم يعني قف معينة إنها تلاهدد وأهل الجنة وقد أبقيسه وعن دليلك أبقينين ما أوران كرتي سياسة وكلا وحال لم يدعه يعني إنها تلاهدد وشهيد أوكال شهادة أيضا وجزم جنة لو جزمين عه إنها تلاهدد فلان شهيد هدي وضعنا كل انت قابت الدقالك أو قال ذي المسلمين ما أجزمي كرتي لكن وحال لا ذاهي وحن أرجينا إنه شنا أرجينا إنه جنة أي أرجينين مركا رجان وقبنا لكن جزمين تأنق مليهن ما جزمي كرنا لأن علم ذلك مغيب عنه ما جزمي كرنا هل كاسم سلاس ويرقود بي شيخ هيرو يقولون وحي عقيدة سنهم إن عذاب القبر حق أهل السنة وحي عقيدة سنهم عذاب القبر من حقي هي أي عقيدة سنهم إن عذاب القبر قبر عذاب كيس حق إنه يهي حق يعذب الله إلهي وعذاب من استحقه قف كي متيست إن شاء هدي ودونه وإن شاء هدي ودونه عفى عنه وكعفياه لقوله تعالى إلهي بوحير النار يعرضون نار تا الله بنيك يا عليها دشيدا غدوا وعشيا وبرئ قلب وحلو بنيك يا نار معنى آل فرعون ويان آل فرعون لقد لا ودي ويوم تقوم الساعة مانك قيامه استاغنه وحال ليه قيل لهم حلو لي أدخلوا قلي آل فرعون آل فرعون واحد جلسان أشد العذاب عذاب فأقول وكل القلي فأثبت لهم حؤسوا ما بقيت الدنيا بدون كنت باقيها عذابا عذاب عذاب كسوء هذا بالغدو وبرقي والعشي يا قلبت دون وحين دون ما بينهما انت أولى حيضة لا انت انه رجع الى انت أولى حيضة ماشي أمرك فوق هذا لي شيخ هو أول من دون رياس ماشي أمرك فوق هذا لي عذاب القبر عذاب القبر أيوه فوق هذا روح الشيخ إنه يهي حق كذب هو الشيخ يعذب الله من استحقه إن شاء وإن شاء عفا عنه إلهي هو عذاب يا من استحقه قف في دونه إن شاء هدي ودونه يعني مركز سبحانه كرم هو ولجي ذا هو ولجي ذا دخل مسلمين توك الله يهلك وإلا أرجان قال الغمد كرم عشان يعذب الله من استحقه أي من المسلمين لا يرى هذا يعني
sababtoo ah gaalada inshaa kuma jirto. Gaalada iyagu waa jazman, gaalada iyagu jazman weeyaan. Marka masalan waxaa laga yaabaa inuu ku gaar yeelay ya muslimiinta, oo haddana wuxuu yidhi inshaa cafa canhu. Marka muslimiinta saas la dhihi kara, laakiin gaalada waxaan leenahay iyaga yucadib allahu jazman, wacadaabaya iyaga in shaa ma ahan, laakiin waa muslimiinta kaliya ereygan ku soconaya. Wa in shaa cafa canhu, hadii uu dan cafinaya. Marka aayadaas soo qaatay oo ah wuxuu soo qaatay annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya, naarta in loo bandhigaayo guduwan wacashiya, subaxiina naarta la geynaya, galabtiina naarta la geynaya. Sheekhu marka wuxuu wajhiisa dilaalkiisu sheega, wuxuu yidhi fa athbata lahum, wuxuu u sheegay u qiray oo u sugay ma cadaabkii, ma baqiyat dunya, adduunka intay baaqi tahay, cadaaban ayuu u sugay, bilquduwi waaberigii iyo walcashiyi iyo galabtii ayuu u sheegay, duuna ma baynahuma, inta u dhaxayda la-aanteed, mana inta u dhaxayda uma sheegine, wuxuu u sheegay subaxi iyo quduwi iyo cashiyi buu u sheegay. Xataa idaa qaamat alqiyaamatu, ilaa qiyaamu uu ka istaagayo, cudibu waa lagu cadaabaya ashadda alcadaab, macnaha qiyaamaha markuu istaago ayaa waxaa la cadaabaya ashadda alcadaab, ilaa takhfiifin canhu, iyadoo laga khafiifinay, kamaa kaana fi dunya, sida adduunku ahaa jir oo kale, in loo khafiifin oo kala go' ma lahan. Laakiin wuxuu leeyahay adduunka macnaha waqtiga la ciqaabi jiray, waqtiga la ciqaabaa la sheegay, ama aakhiro waa mustamir. Sidaasuu weji dalaalkaasuu ka sheegay, dalaaladaasuu ka sheegay aayadda. Ana wuxuu yidhi aayaddu waxay sheegtay adduunka markii la joogay in quduw iyo cashi lasoo ciqaabo, wacadaabu lqabri ay leeyihiin, ama qiyaamaha markay tagaan ashadulcadaabi helayaan, oo ah inaan uuna ka kala go-aynba cadaabkii intiina ka daran yahay aanuna kala go-ayn. Markii aakhire la gaaro, markuu kasii darnaan doono meeshaas, marka waxaa iska cad oo nasgaraysan in ay tahay aakhire ka hor waxaan laga hadlaya, oo qabriga ay tahay. Waqaala, wuxuu yidhi sidoo kale Allah subxaanahu wataala, waman acrada can dikri, qofkii ka jeesta dikrigayga, fa ina lahu, waxaa u sugnaaday maciishatan dankan, maciisho oo waxaa u sugnaatay cariidi ah, nolol cariidi ah u sugnaatay. Qofkii dikriga ilaahay ka jeesta nolol cariidi ayaa u sugnaatay. Yacni wuxuu ula jeedaa yidhi qabla fanaai dunya, intayna adduunku dhammaan, liqowlihi tacaala, sababtoo ilaahay wuxuu yidhi bacda dalika, intaas kadib, wanaxshuruhu yowma alqiyaamati, waxaan soo xashirin doonaa maalinka qiyaamo, keeni doonaa acma, asoo indhala. Bayana wuxuu sheegay yidhi ana almaciishata danka, maciishada oo cariiriga ihi qabla yowma alqiyaamati inay tahay, ayuu sheegu yidhi. Aayaddu dalaaladeediyuu raadinaya, meeshuu ka daliishanaya ayuu raadinaya. Marka wuxuu yidhi bayana, wuxuu caddeeyey anna almaciishata danka, maciishada cariiriga ihi qabla yowma alqiyaamati inay tahay, sababtoo wuxuu daba dhigay wanaxshuruhu yowma alqiyaamati. Wafi mucaayanatina, arkideenna aan aragno, wuxuu yidhi alyahuuda aan aragno, wanasaara kirishtanki aan aragno, walmushrikiina gaaladii kale aan aragno, filcayshi nolosha, alraqadi ee barwaaqada iyo warafaahati ay ku nool yihiin rafaahada, fi lmaciishati ee nolosha ah, maa yuclamu bihi, waa wax lagu ogaan karo, annahu lam yurid bihi, inuusan ula jeedin aayadda diiqa arrisqi, inuusan ula jeedin filxayaati dunya, in nolosha oo adduunka ah in lagu ciriiri gelinayo risqiga inaan loola jeedin ayaa noo caddaanaydu yiri. Liwujuudina mushrikiina fii sacatin, sababtoo waxaa aragnaa u yiri oo la joognaa mushrikiin ku sugan, fii sacatin min arsaaqihim, waasicay uga sugan yihiin risqooda, wa inama araada, wuxuu ula jeeday biha isaga bacda almowti, dhimashada kadib ayuu ula jeeday, iyo qabla alxashri, intaan laysu soo xashirin. Marka wa cadaabu lqabrigi iyo loola jeeda hu leeyahy sheekhu aayadda, maana sidaas u daliishanaya, cadaabulqabrigi ayaa loola jeeda hu leeyahy aayadda aanu soo daliishada. Marka ayadana waa aayad kale, aayado kale oo la dhihi kara waa kaga cad yihiinna waa jiraan, walanudiiqannahu min alcadaabi aladna duuna alcadaabi alakbar, iyo aayaddaas ka mid ah. Marka sheekhu aayaddan wuxuu leeyahy waxaan kasoo saaraynaa cadaabulqabri in loola jeedo maciishatan dankanta, sababta wuxuu yidhi horta aakhira ma ahan maciishatan dankan, oo ereyga ka dambeeya ku caddaynaya oo dhahaya wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma. Mida kale wuxuu yidhi adduunkan aan joogna haddii loola jeedi lahaa, waxaan maanta aragnaa alyahuud wannasaara oo ku sugan filcayshi raqad, nolol barwaaqo iyo warafaahati ay ku sugan yihiin filmaciisha.
ما شيء أي نوع دين، نوع دين إذا عرفتيه أن أرقنا مدرس يعلم به الوعي أنا يو أنه لم يريد به أن سأرجي إذن ضيق الرزق إن قوت قلبه يريني جلنا في الحياة الدنيا أساسين الأولجي لوجودنا مشركين في ساعة صوبتا وما أرقناه مشركين أيان لجوغنا أو في ساعة من أرزاقهم نمكو واسوغن حق رزق وإنما أراد به وحو أولجي ذا بعد الموت لمشهد كدب إيه قبل الحشر انت ان قيام للصو حشر مركو قبري يا الولد ذا يا شيخ هذا سؤال الشد حديث بنا وكسو أرورتي مسألة ذا أو خاك السوغي ذا عذاب القبر السوغي عادينا ذا وحكم ذا حديث تاسي النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة أي وجد عذاب القبر ويري عذاب القبر حق عذاب القبر والسوغي هنا وحق قبر أن يسقى عذابه سيدوك لو حيري يهود تعذب في قبورهم قيل الله مغلي وشاق من كاسوهير ويهود قبرت ذا عذاب قيل الله مغلي ويهود قبرت ذا عذاب يجير النبي صلى الله عليه وسلم سيدوك كل واحد قرأنا يسان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني كجرتي صلاة ده وكدو يسجل اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر أفر شيء إلهي كما قال نقول رأي كم عذاب القبر مرك عذاب القبر واسوغنتا يا دي الذي وانا فربضنتا حديثك صار أرواتين هذا فربضنتا سيدا سوحا لم يضع أوكال نعيم القبر وأهل السنة والجماعة وهي كليهن نعيم القبر يقى يا قبر أن يسكن أم يو انت اي كليهن عذاب القبر كليه انت سكري كليه عذاب القبر يا انكري قوليه انكرتي وحاجة ومعتزلة المعتزلة انكرت عذاب القبر هي سيدوك لا سؤال مسألة نص صعداء فتنة القبر شيخه ويؤمنون وحي رميسيه سيدوك لا بمسألة منكر ونكير منكر يا نكير سؤال شهودة أي قبر قددك كوي دين أيان أي رميسيه على ما ثبت به الخبر وسيد خبر كؤوش يا غي وكسقنا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قول الله تعالى يضل الغدر يهضن الله إذا في آيات ويري إله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء إله يثبت الله الذين آمنوا إله يحس سقياك وإيمانك له بالقول الثابت أيوك السقيا قولك السقن كو معناها مسلمين أيوك السقيا بالقول الثابت قولك السقن لا إله إلا الله في الحياة الدنيا أدونك إنت جوغان وفي الآخرة آخرا وكسوغيا وعند السؤال وفي الآخرة مركة قبرك صابت قبرك هو أول منازل الآخرة ويضل الله الظالمين إلهي وحلمين إذا كوا ظالمين تا لو رجي يدو ظالمين تا كان أهل الشرك ظلم هو الشرك ويفعل الله إلهي وحسما ما يشاء ويضونه وما ورد تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم يوحي روحي كسو أروري أو تفسيره نبي كسو أروري صلى الله عليه وسلم وأنا أيضا أفسر وسو أروتين ويا المسلم إذا سئل في عذاب القبر هذه الويدي عذاب القبر يشهد أن لا إله إلا الله وقراءة إنه إلهي كليه يا محمد وأن محمد رسول الله فذلك قوله تعالى وإذ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت من البخاري أوري يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة آية داس آخري مركا سؤال شلو ويدينا يقفكم مسلم كا ومركا سوكو جوابا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أي كفة سر يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت داس كفة سر مركو في روح الولج هذا آيات داس يغلق الدرائي فسراد ما ورد في سؤال تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كاسو تلمامه براء بن عازب القوري رضي الله عنه هل كان وحكو سبنا هذا مركز سؤال القبر نبي صلى الله عليه وسلم وصفه ربحي إن قفك للسؤال يو سيد حديث براء كسو أرارتي إن السؤال يصدح سؤال ولي من ربك يا ما دينك وما نبيك لو ديناي هديوك جواب وقف مسلم ويا هنا وكجواب إياه هديوك جواب مركز إن أهل الملائك إن حريص إيقاظ إذا نفتيس أو زاسك بدبالي هدي وكجواب وايان إن ماشي سلوك قراعة
lagu ciqaabayo ciqaabkiiba uu halkaas uga bilaabmayo, ayuu xadiidkaas sheegay. Marka munkar iyo nakiir su-aashoodana Ahlusunna waljamaca waa rumaysan yihiin. Waxaa diidan iyadana Muctaziladii aan soo marnay ayaa diidan. Masaladaas iyadana waxay ka mid tahay axwaasha qabriga ka jirta, oo naciimka iyo cadaabka ah ayay ka mid tahay, sababtoo ah su-aasha waxaa daba jooga naciim iyo cadaab daba jooga, naciim iyo cadaab daba jooga. Qofkii guulaystana albaab jannada loo furaya, qabrigiisana waa loo wasaacinaya. Qofkii guulaysta waayana waa lagu ciqaabaya. Halkaas ayaan ku joojinaynaa insha allahu tacaala. Masaladaas halkaas ku dhammeeyey wixii ku saabsan alyowm alaakhir, halkaas uga baxay. رحمه الله تعالى. إلى هنا والله أعلم.